بهذه المشاهد التي حملت عنوان قصة شهيد، تناولت المسرحية الملحمة الأسطورية التي سطرها أبناء محافظة لحج في معركتهم للخلاص من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. كان وقع القصة مؤثرا على الحاضرين، حيث حركت مشاعرهم أثناء الحفل الذي أقامته السلطة المحلية احتفاء بالذكرى الثانية لتحرير مديرية توبان من الميليشيا. الأنغام والرقصات والقصائد الشعرية ليست الوحيدة التي كانت حاضرة في الفعالية، فمعرض الكتاب والمنتجات والمشغولة اليدوية بدأت هنا، وقد ملأت المساحات المخصصة لها في المكان لتأكيد مشاركة أبناء المديرية جميعا في مرحلة البناء القادمة. والذي لفت بانتباهي في هذا المعرض كمكتبة مصغرة متنقلة هو بأن المكتبة التي يحملونها الشباب ويروجون لها هي مكتبة تحتوي على ثقافة عامة. بحجم الانتصار الذي حققه أبناء مديرية توبان بطرد الميليشيا من أرضهم، كان لابد للرياضة أن تحضر هنا أيضا، حيث يحقق هؤلاء الشباب انتصارا آخرا بالفوز بكأس الذكرى الثانية لتحرير المديرية، بعد أن انتصر فريق نجوم صبر على فريق المرحلي بعدن، لتأكيد أن طريق الانتصار واحد من أي مواجهة يخوضونها. المباراة لها أهمية كبرى، كون الشباب هم الركيزة الأساسية دائما في أي عمل. الشباب بدونهم لا تستطيع نجاح أي فعالية، ولذلك اخترنا فعالية رياضية لضم الشباب أولا، ثانيا دور الشباب في إنجاح الفعالية كان دور بارز. الفعالية الاحتفائية التي حضرها ممثلون عن السلطة المحلية تأتي تكريما لذوي الشهداء وتقديرا لتضحياتهم ومواقفهم الثابتة تجاه الحرية والدفاع عن الوطن. مختار شعتل، لقناة بلقيس، محافظة لحج. الشمس نظرت.